سعيد ما تقلقش يا بيشو، اي حاجه هشد السلك مرتين. يلا جود لك. على مهلك على مهلك على مهلك. بقول لك ايه، اعملي فنجان قهوه على ما مشي وخلص. لا 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 لا، ايه ده؟ امانه يا كبير، احلى حاجه في الدنيا. يا الف اهلا وسهلا، يا مرحبا. ده هيبقى احلى واجمل احتفال في التاريخ. ولا بالسمك، سجل التاريخ ده من النهارده. ده عيد قومي للهنجر، يعني كل سنه في اجازه رسميه. تمام يا كبرنا. كويس انك جيت عشان تحتفل معانا بالعيد القومي ده وتطفي معانا الشامع. طمني، ايه الاخبار يا لأ؟ العمليه اللي هيقوم بيها ميشو وسيد الحاوي طلعت في عماره في الزمالك. شفتوا؟ يبقى وريني سيد الحاوي بقى هيقوم بالعمليه دي ازاي؟ وفات الشاشه الاول بتاعه تحت رجليا. اعمل لي فيها رينجو. ما بيشو معاه هناك يا كبير. انا شايفهم بعناية دول، هم داخلين عماره في الزمالك. مال مين اللي معاه في الشوال ده؟ معرفش. انا فطين، الاستاذ فطين يا شيكو. ما تنساش نفسك. انا ايه يا راجل من رجالتك الاوفف دول؟ ولا انت بتطلع لي مني هنا؟ عايز مني ايه؟ حضرتك انا ما طلعتش لحد من حته، ده انتوا اللي جيتوا برضاكم وخدتوني بالغصب من عني. وانا بأحذرك يا شيكو، وبأعلنها صريحة مدوية اني مش هسكت، انا اعترض وبشدة. سمعت بس بنروح المدرسة؟ اخرس اخرس. انا ياما قلت لك قبل كده 100,000 مرة. وانا انا ادفع فيك انت 30,000 جنيه؟ انت ما تسواش 30 سنة. لا يا حلو، انا اسوى اكتر بكتير جدا من 30,000 جنيه دول. بس انت اللي مش واخد بالك، انا مدرس دراسات محترم، يعني قفل المعلم وفيه التبجيلة كاد المعلم ان يكون رسولا. علقوه يعني. لو مين حضرتك؟